تحدثي لي الاخت قال لي مع المياه والنظره ديال المياه في الفتره الراهنه. بالنسبه للاغلاق ديال الحمامات خرج واحد البلاغ ديال ان الحمامات تستبدل ثلاثه ولا اربعه. هذا قرار كان تفعل في البدايه ديال السنه وتوقف من بعد شهر رمضان، واذا به تيتسنف. بغينا نعرفوا هاد الناس هادو اولا ندوي بعد على المشكله باش ندوي لك على الحلول وندوي لك على الاشكالات اللي تيعرفها هاد القطاع المياهي. الناس يعني تيفكروا بالليل تيصبحوا تيطبقوا، ما كاينش واحد الرقابه على هاد القرارات هادي، غير تيجيو تيطبقوا واحد القرار، تيجيو تياخذوا قرار بالليل الصباح تيطبقوه تينزلوا على الناس. وهذا ما هذا يعني حنا في ندره ديال المياه كاينين مجموعه ديال الامور اللي تتخلينا نحافظوا على الشبكه المائيه. اولا ديالها يعني تحليه ديال الماء البحر اللي ما عرفناش فين وصل الصدى ديالو، فين وصل، واش تفعل ولا ما تفعلش، فين وصلت الاليات ديال الرقابه ديالو، واش تفعل، فين واش وصلوا الناس باش يبداو الشغال ديالو. ربما قالوا كان في اكادير وهذاك اكبر خطا دار في اكادير، هو مزيان يدار في اكادير ولكن يدار في الاماكن اللي فيها الكثافه السكانيه، في النمو الديموغرافي اللي كثير. هاد القرارات يعني الفرشه المائيه يعني ما تحافظتش عليها. علاش؟ شحال من حاجه اللي ما خصهاش تستقبل الماء باش نزيدوا نحافظوا على الماء، شحال من حاجه اللي خصها. متفق معاك الحمامات وزيد هذه قرارات استباقيه يعني باش استشعار بالخطر. يعني كاين الجولف، كاين بلايص تيسقيو فيهم المياه، كاينين بلايص بحال دابا هذيك المره في دار السلطان فاض الماء تقريبا شي نهار كامل الناس الماء ضيع. بحال دابا شي حوايج تيداروا المياه لا علاقه بالمياه، لا علاقه لهم بالسقي ديال المياه ديال الشرب. ولينا عاوتاني هذا الماء اللي تيقول لك خذوه قطعوه وتيشربونا الماء ديال الواد الحار. بغينا نعرفوا واش ما كايناش واحد الرقابه على هذه المياه اللي تيشربوا الناس. راه تنشربوا غير اما قطعت هي دير الاحتراز، ولكن هذا الماء اللي تيشربوا الناس واش عارفين شنو تيشربوا الناس ولا ما عارفينش؟ راه كارثه، راه تنشربوا غير الماء ديال الواد الحار. راه ما تنبقاش انا يعني من وليت نشرب هذا الماء ما بقيتش نشربه. وليت نشرب تنضطر نشري الماء ديال الحانوت باش يمكن لي نستنفع من المياه. هذا الاغلاق ديال الحمامات في هذا الوقت هذا يعني الناس يعني كاين اللي ما عندهاش، بحال دابا كاين اللي عندها مسكينه عابيز وكوزينه، كاين اللي ما عندهاش دوش، يعني عندها الملجا الواحد تمشي للحمام. هاد الناس هذا شحال غادي يستغرق في هاد الحمام هذا سطل ديال الماء. انا ماشي مع انا معاه وماشي مع باش نحافظوا كاين واحد الرقابه على الاستعمال ديال الترشيد ديال هاد المياه ديال باش نكونوا كلشي استافد، وماشي مع لان غادي تضروا مجموعه ديال الناس اللي عايشين وسط من هاد القطاع هذا ومساكن وهازين عائلات ديالهم وهازين مجموعه ديال الامور. لان يعني كاين فيها الايجابي وكاين فيها السلبي. يعني بعض المرات الايجابي يعني تقدر تتحافظ والسلبي راه تضر به ناس اخرين. وتنشوفوا واش هذا القرار غادي يبقى يعني ساري المفعول عنده واحد المده معينه ولا غادي يبقى ديما غادي يبقى واحد فتره طويله. واش هذه الحلول حل من الحلول اننا نسدوا الحمامات بوحدهم ولا ما كاينش سياسات بديله؟ بحال جات سياسات بديله يعني نقلبوا على فرشه مائيه، نحلوا نديروا نفتحوا نزيدوا القنوات ديال صريف المياه ديال الواد الحار، نديروا معالجه ديالها، نعالجوا هذه المياه الراكده، نعالجوا المياه ديال الواد الحار، نعالجوا المياه البحار، يعني نفتحوا القنوات باش يمكن لينا نستافدوا. يعني هذا هو قرار مزيان في حد ذاته مزيان، ولكن ما خصناش نضروا ناس اخرين، خصنا نقلبوا على الحلول البديله، فهمتيني؟ باش ما نضروش نزيدوا نقطعوا حتى الماء ديال الشريب اللي هو ماشي مع كامل احتراماتي اون بارونتيز، هذه تنسطر عليها لان ماشي من اللي تنشربوا، ماشي هو هذا الماء اللي كان تيشربوا الكازاويين، يعني حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الماء اللي تنشربوا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.